اليوم معي أنا سيارة الرينو الجديدة اللي اسمها أوسترال، والأوسترال بالإنجليزي معناتها البساطة المبالغ فيها، يعني أبسط شيء. وحقيقة هاي السيارة فيها أبسط نظام هجين اللي اسمه مايلد هايبريد. معلومات أكثر عن مايلد هايبريد وقديش بيوفرنا من استهلاك الوقود، ومعلومات أكثر عن هاي السيارة الجميلة الحقيقة، ميزاتها وعيوبها كلها بعد الشهادة. أول شيء خلينا نحكي عن نظام المايلد هايبريد أو الهجين الخفيف. شو هو النظام وشو بيعمل للسيارة؟ شو فائدته لأننا نحن يعني؟ أول شيء هو نحن كنا بنعرف نظام الهايبريد الفول هايبريد أو بسموه الـ FHEV، في بيتكون من بطارية بتكون سعة تخزينها تقريبا بين 1 إلى 2 كيلووات ساعة، وبيكون معه محرك كهربائي تقريبا كمان قدرته أو قوته بين 70 إلى 100 كيلووات حسب نوع السيارة طبعا، وبيكون فيها كمان نظام الريجنريت بريكينج أو الكبح، نظام الكبح يلي بيستفيد من الطاقة الحركية وبيرجع بيشحن البطارية فيها. هي المكونات الرئيسية لنظام الهايبريد اللي كنا بنعرفه، بينما بالمايلد هايبريد مكوناته أبسط من هيك كتير. ما عندنا محرك كهربائي، عندنا شيء اسمه جنريتر مولد صغير مع بطارية حقيقة فولتاج تبعها صغير كتير، 12 فولت يعني أو الجهد تبعها ما يعادل 0.15 كيلو وات ساعة. المولد هاد بيستفيد كمان من الريجنريت بريكينج الموجود كمان بالسيارة لا يرجع يشحن حاله، واحيانا كمان بيطلب من المحرك الاي سي اي انه يرجع يشحنه. على كل حال هاي الطاقة بتروح للبطارية بتخزن فيها البطارية، والفائدة الرئيسية من نظام المايلد هايبريد حقيقة انه نحن عن تقليع السيارة المخزون الموجود بالبطارية بيدعم المحرك ليخفف من استهلاك الوقود وليخفف من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. وبحالات تانية وقت مثلا توقف السيارة، فهذا النظام بيساعد انه المحرك يطفي وما يصرف وقود اكتر، وبنفس الوقت بيخفف من استهلاك او انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. فعمليا هذا دوره وهي وظيفته 100%. وطبعا هو دوره بيشبه نظام الفول هايبريد الفول اتش اي في، ولكن بنسب اقل بكتير. الفائده من هذا النظام حقيقه الام اتش اي في المايلد هايبريد هو انه تكلفه وجوده بالسيارات قليلة، يعني ما له هو مثل ما شفنا ما في محرك كبير كهربائي، ما في عنا بطارية كبيرة، وإنما مكونات صغيرة، فتكلفة إضافتها للسيارة المحركات الاحتراق الداخلي عم تكون أقل، ويعني ما عم تتحمل السيارة مبالغ إضافية عالية كتير بسبب وجود نظام كهربائي فيها. لا، شغلتها أبسط بكتير، ومعظم الشركات حاليا مصنعين عم يتجهوا باتجاه إضافة هذا النظام لسياراتهم. فعمليا النظام المايلد هايبريد بيساعدك لتخفيف من استهلاك الوقود. ما في ولا شركة مصنعة بتقلك النسبة الحقيقية قديش، لأنه بتعتمد على كتير عوامل، ولكن أنا حسب اللي قريته من كتير تقادير تقريبا النسبة بين 10-15% بتخفف لك من استهلاك الوقود وكمان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بينما مثلا السيارات المنيحة الهايبريد الهجينة الفول هايبريد فبتخفف من نسبة أعلى بين 20-30% حسب طبعا السيارة وحسب النظام الموجود فيها. تصميم الرينو أوسترال حقيقة جميل،
جميل، انا بعطيه علامه مميزه كتير حلو، في هيك عدائيه وفي كمان لمسات انيقه كتير. كتير عاجبني تصميم المصباح الامامي هذا اللي على شكل سي اللي صار علامه عند الرينو، يعني معظم سيارات رينو عندها تقريبا نفس شكل هذا المصباح. طبعا الاضاءه الموجوده هي كلها فول LED، وحتى الاضاءه الموجوده معنا بهذا الطراز هي كمان ماتريكس LED. شايفين هيك التقاطيع الموجوده فيها ال 3D حلوه كتير، واللي هيك على شكل مستطيلات صغيره قديش هي جميله وقت نحن نشغل السيارة أو وقت نقرب من السيارة. حتى مستمر هذا الشكل المستطيل مثل ما شايفين على الشبك الأمامي كله مع كروم من الأمام، عطي هيك لمسة جميلة جدا. اللوجو تبع الرينو الجديد كمان مثل ما شايفينه اللي هو صار 2D ومنحني كمان ليعطي انسيابية أفضل للهواء حقيقة، وهذا الشيء عم بفكروا فيه كتير صفيانين كل المصنعين السيارات. واضح حتى مثل ما شايفين هون على الجوانب عندنا فتحات للتهوية اللي تدخل فيها الهواء، والشكل الانسيابي الجميل اللي موجود على غطاء المحرك كمان اللي عاطيها لمسة رياضية. تصميم البروفايل كمان الموجود عند الأسترال حقيقة جميل جدا، طول السيارة أكثر من 4.60 متر وارتفاعها أكثر من 164 سنتي، والمسافة بين قاعات العجلات حتى أكثر من 2.60 متر. يعني إن جنرال هي الأبعاد هي نفسها تبع موجودة بمعظم السيارات اللي من هي الفئة الـ SUV الـ Segment C، بس بشكل عام في كثير تفاصيل حلوة حقيقة بالبروفايل. أول شيء لاحظته وحبيته هو شايفين هذا الإطار البلاستيكي صار البيانو بلاك جلوسي هذا الموجود، ماله مت او جنب بس بلاستيك مثل كتير سيارات تانية. الإطارات اللي عندناهم بهذا الطراز هي 19 إنش، بس طبعا نحن الستاندر ببلش معنا من 17 إنش. شايفين المرايا والسقف لونهم أسود مثل ما شايفين، عاطي هيك تباين لوني جميل، وعندنا كمان هذا الإطار الكروم موجود حوالين النوافذ من الأعلى، شايفين هيك بينتهي هون بطريقة جميلة. السكك الموجودة كمان كروم، البواب كمان مثل ما شايفينها بتمتد لأسفل السيارة، هذا الشيء جميل وبيحمينا تيابنا وتياب اولادنا من الاتساخ، يعني كل ما ندخل او نخرج من السياره. طبعا من المؤخره من هون كمان شايفين شكل النوافذ كيف هيك عم يضيق بطريقه جميله طبعا، والنوافذ تجي اغمق. والتصميم الخلفي كمان للأسترال جميل جدا حقيقة وكتير حلو، عم يعجبني كتير تصاميم المصابيح الموجودة عند الرينو. التفاصيل اللي فيها الـ 3D إضاءة هون جميلة جدا حقيقة، وشايفين هيك كمان على نفس الفكرة الموجودة بالمصابيح الأمامية هذا الشكل الحرف C جميلة جدا. عندنا كمان سبويلر هون شايفينه جميل، وعندنا هدول قطع صغيرة هون مشان موضوع تدفق الهواء، الانسيابية الهواء العجانة بيتدفق بطريقة سلسة. كمان موجود مثل ما شايفين هون إضاءة فرامل بالأعلى، شعار الرينو وأسترا مكتوبة تحته. كمان هون عندنا صدام بالأسفل، في طبعا حساسات موجودة، إضاءة كمان الضباب موجودة، وكمان عندنا كاميرا الخلفية موجودة هون بالأسفل. وبنفتح الباب بالخلفي من هون من الأسفل بكبسة زر واحدة بيفتح بشكل أوتوماتيكي، بس بالطراز الستاندر ما بيفتح بشكل أوتوماتيكي مانيوال إذا حابين. طالما فتحنا خلينا نحكي عن سعة التخزين. سعة التخزين موجودة بالأسترال حقيقة جيدة، بتصل ل 487 لتر، وهي مساحة جيدة جدا حقيقة. المشكلة الوحيدة اللي فيها إنه هي ما لها فلات هون، في عنا عمق هيك ما يعادل تقريبا 4 أصابع. شايفين هون عنا بالأسفل مكان لوضع السبير إذا إطار إذا موجود، هون ما موجود حقيقة إطار سبير، وشوية لوازم أخرى للسيارة. الشيء المميز كمان الموجود عنا هون هي إنه قدرت نحن نطوي المقاعد الخلفية بشكل مباشر 1-2، وبتصير عنا المساحة تقريبا بحدود الألف وأكثر من 1500 أو 1525 لتر تحديدا. بس كمان مشكلة تانية بنرجع نقول إنه هي ما لها فلات 100%، المساحة الأمام مثل ما شايفين في هيك علوة، فعمليا موضوع إنه ندخل الحقائب أو الأمتعة أو الصناديق لأمام حتكون مشكلة، يعني إنه ما لح يكون في سهولة بالدفع. عدا ذلك التفاصيل الثانية جميلة، في عنا الضوء موجود هون، عنا كمان هون مخرج 12 فولت تقليدي، خطافات لربط الأمتعة مثل ما حكينا، ويعني التفاصيل كلها حلوة. انا بشوف انه المساحه تبع هي السياره جيده، يعني 487 لتر مساحه ممتازه حقيقه بتناسب اي عائله. ال
التصميم الداخلي للرينو أسترا حقيقة جميل وجذاب وراقي وعصري مثل التصميم الخارجي تمام. والرينو أنا برأيي عم تبدع مؤخرا بتصميم سياراتها. التصميم الداخلي هذا عم نشوفه كمان صرنا بمعظم السيارات الجديدة عند رينو. أكثر شيء بيميزه حقيقة هو الشاشات اللي على شكل حرف L الموجودة. في عندها النظام طبعا شاشة المعلومات أو الانفوتيمنت سيستم مقاسة 12 إنش وبتحوي على نظام الأرلينك لح أحكي لكم عنه لاحقا. وشاشة الانفورميشن تبع السائق تجي 12.3 إنش حقيقة جميلة جدا وبتعرض المعلومات الرئيسية البيزك من سرعتي واستهلاكي للوقود وقديش بقيان عندي وقود. بالإضافة كل شيء له علاقة بأنظمة مساعدة للقيادة وحتى فيني عنا فانكشن ننزل عليها تشوف الخريطة كمان. كل هالقصص موجودة. المقود مثل ما شايفين شكله كتير حلو وصغير. في عنا كمان كالعادة من جهة اليمين ست من الزر لتحكم بالميديا والشاشة والتليفون وزر الفيفوريت لح أحكيكم عنه لاحقا كمان. ومن اليسار عندي ست من الزر لتحكم بالوسائط أو البرامج المساعدة للقيادة طبعا الأدابتيف كروز كنترول وتثبيت السرعة وإلى آخر. الماتيريال بشكل عام المصنوعة منها المقصورة الداخلية حقيقة سوفت على الداشبورد سوفت على البواب. الباب حقيقة بتحس فيه إنه هيك بريميوم شوي جميل جدا سوفت هون مثل ما شايفين. الكونسول وسطي اوكي مقبول كتير. عندنا هون مثل ما شايفين كمان هيك قماش فابريك جميل جدا بس في كمان بلاستيك طبعا بكتير من الاماكن وهذا الشيء طبيعي. الكراسي حقيقه مريحين جدا ولكن انا بشوف انه هنن كتير فلات وخصوصا ظهرهم هيك فالواحد بحس حاله احيانا على السرعات العاليه على المنعطفات السريعه ممكن ما يثبت كتير ما في هالتضاريس اللي بتحتوي ظهري ولكن المقاعد بحد ذاتهم مريحين جدا. من ناحية البراكتيكاليتي والعملية درج التخزين هون بالتابلو حجمه جيد. التخزين بالبواب حقيقة سيء شوي حجمه كتير سيء. بالمنتصف هون شايفين هذا الكونسول في عنا اول شيء مخرجين USB-C للشحن. عنا مخرج تقليدي 12 فولت كمان للشحن. في عنا اثنين حاملات اكواب كاب هولدرز كمان ومكان للتخزين جيد. عنا هاي القطعة اللي شايفينها هون اول شيء هاي عبارة عن شحن مكان للشحن وايرلس موبايل فينا نحطه. هاي فقط لا شيء هاي عبارة عن مسند لايدي اذا انا حابب اشتغل على الشاشة. شايفين هون فينا كمان هي بتنزلق معنا لتحت وفيني استخدمها يعني وقت انا حابب استخدم الشاشة. وهون بيطلع عندي مكان تاني للتخزين. الجير سيلكتر موجود هون وليس هون. عندي مكان للتخزين كمان هون بين المقعدين حجمه جيد وجميل جدا. بالعموم التفاصيل كلها حلوة هون. خلينا نحكي هلأ شوي عن النظام أكثر. طبعا نظام الأرلينك الموجود برينو أوستر الحقيقة إنه هو بيلت إن جوجل ففي عمليا عنا جوجل ماب وجوجل أسيستنت. على كل حال مثل ما شايفين بالشاشة في عنا هون من فوق شورت كات لفانكشنز أولا وأهم هي الخريطة طبعا الجوجل ماب خريطة ممتازة وبتغنينا عن أي نظام نافيجيشن بدنا إياه استجابتها سريعة وجميلة. عنا طبعا الميديا هون مثل ما شايفين راديو. في عنا كمان إذا حابين نوصل على أبل كار بلاي أو الأندرويد أوتو أو أي شيء بلوتوث ميديا كله موجود. الهاتف كمان تليفون تبعنا وارقامنا اذا حابين نتصل. هون في عنا الابلكيشن الرئيسيه اللي موجوده او البلاي ستور اذا عنا حساب حابين ننزل ابلكيشنز منه طبعا اذا عنا حساب على جوجل ففينا نضغط عليه. المهم حقيقه بهذا النظام هو اخر ايقونه اللي هي مرسومه على شكل سياره. هون تقريبا كل الفانكشنز الاساسيه اللي انا بستخدمها موجوده هون. بالقسم العلوي موجود عنا هون اللي المالتي سينسز اللي هن عمليا انماط القياده الموجوده بالسياره مثل ما شايفين عنا كومفورت وايكو وسبورت او نحن بنعدلها بشكل على كل حال مثل ما شفنا كمان كل نظام له لون لانه اذا ضغطنا هون على الكونفيجر ندخل على سيتنجز الخاصه بكل مود قياده وفينا نعدل بتفاصيل كتير حقيقه حسب نحن شو حابين. فانا هلا دخلت على الايكو. من الايكو هون فيني مثل ما شايفين الستيرنج افورت هو المقود والتحكم بالمقود. عندنا ثلاث مستويات لو ميديوم وهاي وكمان فينا نعدل بالفييكل داينامكس يعني عمليا فينا نقول السسبنشن سيستم ووزن السياره وتوزع على المنعطفات. عندنا كمان ثلاث مستويات للموضوع السسبنشن النورمال والكومفورت والسبورت. فنحن شو انا بختار هون بتسيف اوتوماتيكي بالمود الايكو. كمان عندي شغلات تانية إلى علاقة
بالسيارة نفسها. مثلا عندنا بالامبينت لايت اللي اضاءة الداخلية للسيارة، في عندنا فينا نغير بالاضاءة بخليها متغيرة بشكل دائم، او انا بحط اللون اللي انا حابه، بختار اللون اللي بدي اياه، بس هو اللون الخاص بهذا النمط القيادة. او فينا هون عندنا حدة الاضاءة نقوية نضعفها حسب نحن شو حابين، او حتى الكلايمت هون عم نحكي على المكيف، فينا نخليه يشتغل بطريقة طبيعية نورمال، او نعمله بمود الايكو بخفف من صرف طبعا البنزين. على كل حال متى ما طلعت انا من هون الكونفيجر فبتغير كل الاعدادات للايكو. بالاسفل هون مثل ما شايفين عندنا مربعات كمان موجودة، كل شغلة اختصار لشغلة. مثلا الكونسومشن هي استهلاكي للوقود، بفرجيني قديش انا عندي استهلاك للوقود حالي وبشكل يعني لونج تيرم. عندنا الكاميرات 360 درجة كمان مثل ما شايفين، كاميرا ريزوليوشن تبع الحقيقة مقبولة، ما لا أحسن شيء. شايفين فينا نستعرض طبعا كاميرا على الجوانب، وهي الكاميرا 360 هي أهم شيء يعني منشوفها. مثل ما شايفين ما لا دقتها أفضل شيء يعني الحقيقة، يعني دقة ضعيفة، ولكن الخيار موجود. على كل حال الهاندز فري بارك اسيست اللي هي عمليا المساعده في ركن السياره، مثل ما شايفين عندنا ثلاث وضعيات فينا نختار بيناتهم نحن كيف حابين نصف السياره. السيتس هاي شغله كتير حلوه انا حاببها، انه المقعد السائق الموجود معنا بهالسياره في عندنا فانكشن مساج مثل ما شايفين، فعمليا فينا نستخدمه بيشتغل معنا لفتره محدوده. طبعا مثل ما شايفين عندنا ثلاث انماط للمساج حسب ما بدنا، وبتظهر عندنا على الشاشه هون شو الطريقه، وهون قديش كثافه او قوه المساج احنا بدنا اياها بتغير. عندنا كمان السيت ايزي اكسس مثل ما شايفين هون، هي وقت بدنا ننزل نطلع من السياره طبعا الكراسي بتترجع لورا بشكل اوتوماتيكي مشان تعطينا راحه اكثر بالنزله والطلعه. الفيجوال فيدباك هي عمليا نحن وقت نغير بوضعيه الكرسي بتظهر عندي على الشاشه شو هي الوضعية الجديدة للكرسي، او وين انا عم عدل الكرسي بالضبط. الكرسي كله كهربا مثل ما حكينا، فهي هي عمليا فيني الغيها فيني خليها تضل موجودة. نطلع كمان الاير كواليتي، حقيقة هو الفلتر الاضافي الموجود حقيقة لتنقية الهواء الداخل، فيني انا فعله بشكل مباشر، فيني كمان خليه اوتو، هو بيعمله ريسايكلينج، بيعيد تدوير الهواء الموجود بطريقته، فعمليا كمان شغلة جميلة. الدرايفنج ايكو هي طبعا عندي هون قديش عندي صرفي وقديش عندي بيعطيني نقاط على استهلاكي للوقود، وتفاصيل مثل ما شايفين سكور وقديش عم عمل سيفينج، يعني هالشغلات اللي علاقه اكثر شيء باستهلاك الوقود وطريقه قيادتي انا. درايفنج اسيستنس هي عمليا الوسائل او الانظمه المساعده للقياده، كل واحده بندخل عليها بتعطيني فيها تعليمات، نحن طبعا فيني فعلها او اوقف هالفانكشنز حسب يلي انا بدي اياه. كمان عندنا الباركينج اسيستنس، هي هون بتشوف كل الحساسات والكاميرات اللي محيطه بالسياره، فينا نشغلها فينا نطفيها حسب نحن شو حابين. طبعا فينا حتى نغير الصوت تبع التحذيرات تبع الباركينج حسب انا اللي بدي اياه. كمان عندنا الرير كروس باركينج اليرت، هي عم نحكي هون من الخلف. في عندنا هون كمان الامرجنسي بريكينج للخلف كمان، اذا هي الميزه تبع انه اذا في جسم خلف السياره ومالي منتبه عليه فالسياره بتعمل فرمله بشكل مباشر. وعندنا كمان اخر وحده، هي هو نظام الحمايه عند الخروج من السياره، فوقت انا بدي اخرج من السياره بدي افتح الباب اذا في حدا ماشي ولا معه دراجه عم يمشي بيحذرني مشان ما يصطدم فيني. اخر شيء عندنا يا الفييكل، هون في كمان سيتنجز كثير لها علاقه مثل هون مثلا الاكسس الدخول للسياره، كيف ندخل، الويلكمينج لايتس والتفاصيل هاي، درايفنج لايتس كمان بدنا محطوطه دائما هي على الادابتيف فيجن. هون بالكوكبيت حقيقه حابب بس فرجيكم السكرين قديش عندنا سطوع على السكرين، يعني اضاءه والتفاصيل هاي. هون بس انا حابب احكي لكم عن هذا الفيفوريت بتون اللي حكيت لكم عنه، هو زر موجود على المقود شكله على شكل النجمه. من هذا الزر انا بختار شو بدي فانكشن موجوده من هدول الفانكشنز الموجوده. انا مثلا وقت اضغط هذا الزر لازم يطلع لي مثلا واحده من هدول الفانكشنز، فانا مثلا فيني غيرها احطها هون مثلا واقول له هي اللي بدي اياها واقول له اوكي خلص. بالعموم هي هي التفاصيل الحلوه، يعني الامور جميله جدا حقيقه، النظام سلس كثير والتعامل فيه جيد جدا. الجلوس بالمقاعد الخلفيه للرينو اوسترا الحقيقه يعني ممتاز
شايفين في مساحة كمان بقيان شوي لرجليي، والسبب يمكن التجويف الموجود بالمقاعد من الخلف هون، وحتى في عندي مكان للقدمين أسفل المقعد، وحتى بالنسبة لرأسي يعني هون يمكن أنا بالوضعية هاي يمكن ما عندي أقل من سنتي أقل من إصبع، بس أنا أكيد ما حقعد هيك طول الوقت، فعمليا فيني أعتبر أن الجلوس تقييمه جيد جدا. من ناحية البراكتيكاليتي مكان تخزين بالباب أنا بشوفه شوي صغير كمان هون، في عنا كمان مثل ما شايفين فتحات تهوية بالخلف كمان، وإضافة لاثنين مخارج USB-C سريع شحن سريع موجودة هون، عنا كمان نت موجودة هون خلف الكرسي، بالإضافة لمسند للإيدين وكب هولدرز موجودين هون. الكراسي نفسهم بيجوا 60-40 طبعا قابلين للطوي مع الايزوفيكس للأطفال موجودين عليهم. عندي هون النفق تبع الناقل الحركة شوي عالي ما كتير، بس أنا ما بشوفه أنه حيشكل مشكلة لأي حدا بيحب يجلس بالخلف. يعني بالعموم جلوس جميل، السقف البانورامي كمان عاطي أريح للجلوس هون، فأنا أعطيها علامة جيدة جدا لهي السيارة بهذا الحجم بهي الفئة، أمورها تمام كتير رينو. قيادة الرينو أسرع الحقيقة. خلينا نستعرض أول شيء الأرقام الموجودة بهي السيارة لشان نعرف أكثر بالبرفورمانس تبعها. طبعاً المحرك موجود عندنا من 4 أسطوانات، سعته 1.3 لتر، موصول مع تيربو تشارجر كمان. المحرك هذا بيعطي قوة إجمالية بتصل ل 116 كيلو وات، ما يعادل 160 حصان تقريباً، وعزم بيصل ل 270 نيوتن متر. هذا الشيء كله بيخلي التسارع تبع هي السيارة من الصفر للمية بحاجة ل 9.7 ثانية، والسرعة القصوى طبعا بالسيارة 175 كيلو متر. ناقل السرعة الموجود بالسيارة اوتوماتيكي CVT، سلس كتير حقيقة. كمان عنا خيار للقيادة طبعا مانيوال، مثل ما شايفين عنا بادلز موجودة خلف المقود. بس بالعموم اذا بنرجع هيك بنشوف الارقام اللي حكيتها كلها مع بعض، رينو ممكن ما لها مركزة على الاداء ابدا بهي السيارة، يعني بحاجة لعشر ثواني نصل من الصفر للمية، ما منحس بهذا الاداء القوي كتير، منحس بالراحة، منحس انه نحن مبسوطين داخل المدن، ما عندنا مشاكل، سرعة السيارة كتير منطقية وجيدة حقيقة، ولكن يعني خلينا نقول انه ما فيها الاداء الرياضي يلي انا بفرفح القلب، يعني لا عادي كتير. رغم انه طبعا عندنا بالانماط القياده مثل ما حكينا بالمالتي سنسر هون من اللي فينا نغير بين 3 انماط اساسيه اللي هن ايكو والكومفورت والسبورت، يعني حتى اذا حطينا هلا على سبورت مثلا لفرجيكم اياه، شوفوا هلا مثلا ها بتطول بتاخذ وقت لتاخذ العزم تبع السياره وبيطلع صوت كتير قوي، ف يعني وبالنهايه برجع بقول لكم يعني ما في هالاندفاعات القوية، هالعزم الفوري اللي بيجي مثل السيارات الكهربائية لا. وحتى موضوع مثلا السسبنشن نظام التعليق كمان انا بشوفه نظام التعليق يلي بيعطيك اللي انت متصوره منه، يعني انه مريح مقبول كتير، بس بصراحة يعني على الطرقات المزعجة شوي او على المطبات او على الشيء احد يعني بحس شوي انه بشوية هيك بسيطة هيك من الانزعاج، ما فيها التضاوي اللي كتير بالسسبنشن. أساسية المقود الستيرينج جيدة، وعندنا مستويات مثل ما شفنا فينا نتحكم فيها لو ميديوم وهاي، بس أنا ما عندي مشكلة يمكن مع ستيرينج كتير، المشكلة أكثر شوي بالسسبنشن، بحاجة يكون يمكن أفضل شوي صغيرة أطرى شوي صغيرة على المطبات. عدا ذلك قيادتها حلوة كتير حقيقة، ما فيها مشاكل. اللي بيهمنا نحن بهي السيارة وبهذا النظام المايلد هايبريد انه نشوف قديش استهلاكي للوقود. حسب رينو مؤهلين نحن بحاجة لتقريبا 6.2 لتر لكل 100 كيلو متر، وهذا الرقم تقريبا انا السيارة صار معي يومين وعم قطعت فيها مسافات طويلة حقيقة للسيارة، وفيني أكد لكم أنه هذا رقم كتير قريب للواقع، لأنه أنا حتى عندي بعد هاليومين بعد ما عيرتها عندي 6.4 لتر لكل 100 كيلو متر. أكثر
وصلت لنهاية رحلتي اليوم مع الرينو الأسترال. حقيقة هل حبيت السيارة؟ هل أنصح فيها؟ حقيقة سيارة جميلة جدا، تصميم الخارج والتصميم الداخلي مضيحة بالتنقلات، كل التفاصيل اللي فيها حلوة، وححكي لكم شغلات هلا أجمل فيها عن شغلات حبيتها وما حبيتها كمان بالسيارة، فلا تاخذوا قرار بالشراء. موضوع صرف البنزين وموضوع المايلد هايبريد شرحته أنا بالتفصيل، في حال أنتم حبيتوا تشتروا سيارة لقيتوا فيها هذا الموضوع مايلد هايبريد لا تقولوا ما قلت لكم، باسم قال لكم هذا الموضوع، شرح لكم إياه وصرتوا بتعرفوا شو يعني المايلد هايبريد. بتمنى من كل جميع الناس اللي عم يتابعونا لحديت هاللحظة يحطوا لي لايك تقديرا لتعبي واكتبوا لي تعليقهم عن الرينو أوسترال. من الشغلات الجميلة كتير حقيقة بهي السيارة هي المفتاح، مفتاح الرينو الأسترال مثل ما شايفينه هو نفسه مفتاح الرينو التقليدي عند كتير سيارات، ولكن الميزة الأساسية اللي فيه نظام السمارت إنه كيف تفتح الباب هي مجرد إنه نحنا بنقترب من السيارة مع المفتاح مثل ما شايفين فالسيارة بتفتح بشكل كامل لحالها بدون ما نكبس شيء. وكمان الجميل إنه وقت نبعد عن السيارة أو نبعد المفتاح عن السيارة لحالها بالسيارة بتقفل، فعمليا انا بشوفه انه نظام كتير حلو وذكي واسهل من انه نجي ونضغط ونلمس السيارة من هون ومن هون، فيعني حلوة الفكرة من رينو. من الشغلات اللي كتير حبيتها حقيقة برينو أوسترال هي انه بالمقعد الخلفي، رغم انه السيارة يعني مالها كتير كبيرة ولا انه عندنا امكانية انه نعدل وضعية المقعد، شايفين نقرب لقدام او نرجع لورا، يعني هاي الميزة حقيقة بتساعدني اني احصل على مساحة تخزين اكبر من هيك، فالمساحة التخزين ممكن تصل ل 500 لتر اذا عملنا تغيير بسيط بحركة المقاعد الخلفية. حقيقة يعني هاي بتدل قديش السيارة عملية ومناسبة، يعني مناسبة فعلا للعائلات والتنقلات وكل هالتفاصيل الجميلة. من الشغلات اللي حبيتها كتير بهي السيارة وما شفتها بكتير سيارات كهربائية أنا عملت عنهم مراجعات، ما بعرف ليش هيك عم تنفقد عم حسها من السيارات الحديثة، هي بيت للنظارات. حقيقة يعني ما زال موجود عنا هاي الفكرة عند الرينو، مؤمنة إنه النظارات الشمسية مثلا للشخص إنه يتركهم بالسيارة. شغلة تانية حاططها الرينو بهذا الموضوع هي هون، شايفين إذا بنحطه بهالطريقة فبيطلع عندي مراية هون موجودة، مراية واسعة فيها زاوية هيك منحنية، ففيني شوف المقاعد الخلفية مثلا أولادي أو العائلة من ورا بسهولة تامة، فإذا تركتها بهالوضعية فهي تتحول لمراية بشوف يلي ورا. حقيقة يعني الفكرة بشكل عام جميلة جدا جدا حبيتها أنا. شغلة من الشغلات اللي ما حبيتها حقيقة بالرينو وموجودة هي نفسها بالرينو كمان الميغان إي اللي عملتها نفس التفاصيل عند الرينو بشكل عام، يعني هي احتفاظهم بموضوع الميديا علاية الصوت وتوطية الصوت بهذا الساعد اللي بالأسفل هون، فكل ما في عندي أي شيء هون زر لأتحكم بالصوت، علي الصوت وطي الصوت غير المحطة كله لازم يصير هون، وهذا الحكي من زمان كثير رينو معتمدينه لهلأ. بس شوفوا هون بعد ما نقلوا الجير سيلكتر وحطوه هون صار عندي هون ثلاث سواعد ثلاث أزرع يعني، فعن جد بيلبكوا يعني. طبعا هي تبع المساحات البلور والمطر فكتير مزعجة بيوم ممطر بدك تستخدمها تطلع تنزل، فإيديك عن جد ما بتعرف وين بدها تروح، القصة ملبكة يعني. كان لو بدال هي لو كان في عنا بس هيك الزر أو زرين هون متحكم بالصوت أو حتى بالشاشة كانت أريح القصة كتير. الشغلة اللي ما حبيتها أخيرة بالسيارة واللي هي عم تصير موضة ترند عند كل السيارات الحديثة نظام الأرلينك، هو بيضل مجاني التحديثات عليه لمدة 5 سنين، بعد 5 سنين أي تحديث بصير على هذا النظام حقيقة لازم ندفع عليه مصاري. بس الشيء الثاني كمان مزعج إنه وقت تشتري هالسيارة بعطوك 6 شهور طبعا اشتراك مجاني بالجوجل ستور أندرويد ستور يعني، فنحن فينا ننزل أبليكيشن بعد 6 شهور بيوقف هذا الاشتراك ولازم ندفع نصير مصاري عن كل ابلكيشن نزلنا. فحمليا انا بحس فيها هيك القصه فيها طمع واستغلال. انا بتمنى يكون في عندي خريطه وبس وراديو ومعلومات عن سياره فقط، وما بدي شيء لا ابديت ولا اي شيء ثاني حقيقه، لانه صاير القصه واحد مو بس عم يدفع حق السياره، عم يدفع حق السياره وخدمات وخدمات لاحقه وتفاصيل كتير حقيقه عم يجودوا فيهم مصنعين سيارات. هذا كل شيء كان عندي عن رينو أوسترال، بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا اليوم. اللي عنده اي سؤال اي تعليق اي شيء يكتب لي اياه بصندوق الوصف، رح كون جاهز 100% لرد عليه، وإلى اللقاء.